السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة صنع السعادة، قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. لازلنا في تغطية عروض بند الأسبوعية، عروض الأجهزة الكهربائية، في عروض حلوة جدا نشوفها مع بعضينا في الأجهزة الكهربائية. ولكن في البداية نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكمان الذكر اللي احنا بنقوله في كل فيديوهاتنا، النهاردة هنقول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. من الناس كلها تقول معنا الذكر، صلى على سيدنا محمد ونعمل لايك واشتراك في القناة ونشوف الفيديو للآخر. إن شاء الله كل الناس تستفيد من هذا الفيديو. عروض الأجهزة الكهربائية في عروض حلوة جدا على القلايات. في القلاية اللي قدامنا دي قلاية كنود، قلاية كنود نازلة من 579، شايفين نسبة الخصم، من 579 نازلة 299 ريال، يعني نازلة حوالي كام؟ يعني حوالي 380، يعني نسبة خصم حلوة جدا، نازلة حوالي 280 ريال، من 579 ل 300 ريال. قلاية كنود من الماركات الحلوة جدا، 3 لتر و 800، وكمان هي ديجيتال رقمية زي ما احنا شايفين، وكنود من الأنواع الحلوة جدا. كمان في محضر طعام ماركة برايم، ماركة برايم اللي احنا بنشوفها في باندا، في منتجات كتيرة جدا. المحضر الطعام ده نازل من 299 الى 149 ريال، 149 ريال، 2 لتر و100 سعة المحضر، و800 واط، والسرعات 2، وطبعا زي ما احنا شايفين قدامنا شكله على الكرتون، الملحقات بتاعته وشكله عاملة ازاي. كمان من العروض اللي نازلة في قلاية كلاس برو، قلاية كلاس برو قلاية صحية 4 لتر و200، نازلة من 299 إلى 169، 169 بدلا من 299 ريال، هي طبعا 4 لتر و200 و1500 واط، وطبعا كميات كبيرة زي ما احنا شايفين كده، ودي شكلها على الكرتونة، هي 4 لتر و200 فيها تايمر وفيها طبعا الواط 1500 واط. دي شكلها وده السعر بتاعها، عروض الأجهزة الكهربائية. كمان هنشوف برضو من عروض الأجهزة الكهربائية، في هنا خلاط من الستال ستيل، خلاط ستال ستيل معاه مطحنة، السرعات بتاعته 2 و4 شفرات حادة، الوات بتاعه 550 وات، نازل 69 ريال، برضو ماركة برايم، نازل 69 ريال بدلا من 149، من 149 نازل 69 ريال. في كمان هنا برضو كنود محضر طعام 750 واط، كنود محضر طعام 750 واط، نازل من 399 الى 179 ريال. كميات كبيرة زي ما احنا شايفين، احنا في احد فروع باندا، يعني انت لو رحت خيبر باندا هتلاقي يعني حاجات اكتر من كده. كنود محضر طعام زي ما احنا شايفين اهو على الكرتون، نازل من 399 الى 179، 179 الوات بتاعه 750 واط، 750 واط، وطبعا هو 2 لتر، 2 لتر الساعة بتاعته. وكنود من الماركات الحلوة جدا، من العروض الأسبوعية اللي نازلة في هايبر باند هذا الأسبوع وفروع باند. كمان في زي ما احنا شايفين كميات كبيرة جدا من مية زمزم، العبوة اللي قدامنا دي 5 لتر، السعر بتاعها السعر 9 ريال 75 هللة، 9 ريال 75 هللة 5 لتر. كمان هنا برضو في عروض على القدور او اواني المطبخ، اواني المطبخ هنا في برايت هوم، برايت هوم ستانلس ستيل، الكمية كام؟ 10، 10 حبات، 10 حبات، نازل العرض من 199
من 100 هنقول من 200 ل 100 ريال عرض نصف الساعة، اللي هو البرايت هوم. برايت هوم من الستانلس ستيل، قدور 10 حبات. في كمان هنا برضو برايت هوم، برايت هوم 12 حبة من الستانلس ستيل، برضو نازل من 215 إلى 80 ريال، نسبة خصم كبيرة جدا. من 215 نازل كام؟ نازل 80 ريال، طقم قدور أواني طهي 12 قطعة، 12 قطعة أو مجموعة الطبخ زي ما هم كاتبين كده. برضو هنا في عروض على ميستر كوك، اللي هي المقلاة مقاومة للالتصاق، يعني غير قابلة للالتصاق، مقلاة غير قابلة للالتصاق، 28 إنش، 28 إنش أو 28 سنتي، نازلة من 55 ل 27 ريال، يعني أكثر من نصف ساعة. من 55 نازلة، طبعا هي من الجرانيت، مقلاة غير قابلة للالتصاق من الجرانيت، هي مستر كوك. شوف واحدة هي 28، الماس بتاعها 28 سنتي، نازلة من 55، من 55 نازلة 27 ريال، 28 سنتي. كمان في هنا مجموعة، هنا برضو هنا حفاظات طعام، هنا حفاظات طعام بالحبة، الحبة نازلة من 10 ريال ل 700 ملي، حفاظات طعام 700 ملي. وفي كمان حفاظات طعام 1 لتر ونص نازلة 5 ريال، 1 لتر ونص أو 700 ملي نازلة ب 5 ريال، حفاظات طعام بلاستيكية. محكمة الغلق طبعا، هنا علبة طعام يعني حفاظات طعام نازلة ب 5 ريال بدلا من 10 ريال، اللي هي 700 ملي. في كمان هنا ألعاب أطفال، هي مجموعة من ألعاب الأطفال نازلة ب 25 ريال بدلا من 52 ريال، من 52 نازلة 25، الحقها قبل ما تروح. عروض باندا كمان من العروض اللي نازلة في الأجهزة الكهربائية. في هنا طبعا غلاية كهربائية برايم 1 لتر و 700، نازلة من 89 ل 39 ريال، نسبة خصم حلوة جدا. غلاية من الستانلس ستيل، والوات بتاعها 2200 وات، اللي هو الباور. في كمان هنا برضو فرامة او قطاعة برايم، نازلة من 99 ل 55 ريال، الوات بتاعها 400 وات، اربع شفرات سرعتين، الساعة بتاعتها 600 ملي، وعاء الساعة بتاعته 600 ملي مع غطاء، دي اللي هي الفرامة. كمان هنا في خلاط، خلاط عمودي اسمه أريتي، ماركة أريتي، 3 في 1، 3 في 1، ده نازل من 189 ل 94 ريال، الخلاط اليدوي. في كمان هنا برضو مكواة جافة فيليبس، نازلة من 89 ل 59 ريال. برضو هنا في مكواة برضو جافة أو مكواة بخار، مكواة بخار برايم، نازلة من 89 ل 35 ريال، الوات بتاعها من 1850 ل 2200، سطح غير قابل للالتصاق، خاصية الرش والبخار، اللي هي المكوة اللي هي البرايم. في كمان هنا طهية الأرز، سينيكور طهية الأرز 1 لتر، نازلة ب 129 ل 89 ريال، طباخة الأرز. في كمان برضو من ماركة سينيكور هنا خلاط يدوي سينيكور 400 وات، نازل من 119 ل 79. كمان في كنود عصارة، كنود نازلة من 139 ل 29. كمان برضو بالنسبة للقطاعات هنا، قطاعة مونوليكس 400 وات، 400 ملي و 300 وات، 3 في 1 اللي هي مونوليكس، نازلة من 179 ل 129. خلاط يدوي كمان مونوليكس، خلاط يدوي مونوليكس اللي هو 5 سرعات، نازل من 169 ل 109. في كمان هنا قطاعة، قطاعة كنود 400 وات، نازلة 89 بدلا من 169 القطاعة. كمان في برضو هنا مكواة جافة برايم 1200 وات، نازلة من 89 ل 69، الوات بتاعها 1200، من 1000 ل 1200، سطح من السيراميك الذهبي، الوزن الإجمالي بتاعها 2 كيلو. في كمان هنا خلاط يدوي سينكور 600 وات،
الخلاط اليدوي وده السينكور ده نازل من 119 ل 75. في كمان هنا غلايه فيليبس، غلايه فيليبس 1 لتر و 1 لتر و 700 فيليبس من الماركات المعروفه، نازله من 139 ل 109 الغلايه. برضو هنا في غلايه برايم من الاستل ستيل نازله 39 بدلا من 79 او بدلا من 89. كمان هنا في محضر طعام، محضر طعام مونوليكس 1 لتر و... مش محضر طعام ده خلاط، خلاط مونوليكس 1 لتر ونص و450 واط نازل من 190 من 199 ل 109 109. كمان هنا في برضو عصاره مونوليكس، عصاره مونوليكس 350 واط نازله من 279 الى 179، يعني تخفيض 100 ريال العصاره. قدور الضغط، في هنا قدور ضغط بيستر، قدور الضغط هنا اللي هي بيستر دي 9 لتر نازله من 129، من 129 نازله 110، نزل 110. في كمان قدور الضغط من الالومنيوم اللي هي رويال فورد، رويال فورد في 9 لتر نازله 79 بدلا من 145. وفي كمان ال 11 لتر، 11 لتر نازله 84 بدلا من 169. كمان في بالنسبه لقدور الضغط هنا في قدر ضغط السيف من الالومنيوم 7 لتر نازله 99 95 يعني 100 ريال بدلا من 135 ريال. في كمان قدر ضغط السيف من الجرانيت 9 لتر نازل من 199 ل 140، نازله من 198 ل 140، 5 سنوات ضمان. 9 لتر من الجرانيت قدر ضغط السيف. في كمان هنا طقم حافظ الطعام الهلال 4 قطع نازل من 25 ل 15 ريال. وفي برضه جاك ابريق من البلاستيك اللي قدامنا ده 2 لتر نازل من 30 من 29 ل 15 ريال. في طقم اكواب قهوه عربي 6 حبات نازل من 7.5 ل 5 ريال. عروض باندا. في كمان هنا طقم صواني، طقم صواني دائري 2 حبه نازل من 35 ل 30 ريال. طقم الصواني 2 حبه، 2 حبه زي ما احنا شايفين اهو نازل من 35 الى 30 ريال. عروض باندا على اواني المطبخ والاجهزه الكهربائيه. في كمان هنا طقم صواني، طقم مقلاة، طقم مقلاة 28 سنتي و 24 سنتي و 20 سنتي و 18 سنتي، يعني 4 حبات نازل من 135 ل 59 ونص، من 135 ل 59 ونص. طقم مقلاة 4 حبات المقاسات اللي احنا قلناها 18 20 24 28. في كمان هنا برضو برستيج، برستيج مقلاة 24 سنتي و 28 سنتي 2 مع بعض نازل 56 بدلا من 112، 56 بدلا من 112. في كمان هنا برضو ادوات المطبخ، معلقه من النايلون نازله من 10 ريال ل 5 ريال، خفاقه برضو، خفاقه من النايلون نازله من 10 ريال ل 8 ريال. في برضو هنا معلقه من البرستيج ده نازله من 26 ل 15، وكمان كل ده 15 اهو. في انواع نازله برضو 20 ادوات المطبخ هنا. في كمان هنا برضو مناشف للمطبخ 3 قطع، مناشف للمطبخ 3 قطع نازل الثلاثه ب 12 بدلا من 17 ريال، مناشف للمطبخ. في كمان هنا طقم قدور، طقم قدور من الالومنيوم 7 قطع رويال فورد نازل 110 بدلا من 200. وكمان في ماركه تانية برضه هي ديليسكا، طقم قدور 9 قطع، طقم قدور 9 قطع ديليسكا غير قابله للالتصاق نازله ب 100 ريال بدل من 105
وستين ريال. كمان هنا في طقم قدور برستيج 9 قطع نازل من 230 ل 200 ريال. وهنا طقم قدور برستيج 7 قطع نازل من 300 ريال ل 150 ريال عرض نصف الساعة اللي هو السبع قطع. في كمان 11 قطعة برضو برستيج نازل من 400 ل 200، من 400 نازل 200 عرض نصف الساعة. طقم قدور أواني المطبخ 11 قطعة نازل من 400 ريال ل 200 ريال. في كمان هنا برضو طقم قدور جيرانيت مستر كوك 5 قطع نازل 100 ريال بدلا من 280 ريال، 100 ريال بدلا من 280 ريال. هنا كمان برضو في طقم قدور رويال فورد من الاستانلس ستيل 12 قطعة نازل من 208 ل 120 ريال، من 208 نازل 120 ريال. فينا كمان قدر ضغط ألومنيوم السيف 11 لتر نازل ب 150 بدلا من 183. كمان برضو هنا في قدر ضغط رويال فورد ألومنيوم 11 لتر نازل من 169 ل 84، 169 نازل 84. كده احنا شفنا عروض. هنا كمان اهو مستر كوك قدر ضغط ألومنيوم مستر كوك 11 لتر نازل 70 ريال بدلا من 150، 11 لتر نازل 70 ريال بدلا من 150 ريال. مستر كوك ضمان طبعا سنتين مستر كوك. كده احنا شفنا العروض اللي هي نازلة في الأجهزة الكهربائية والأواني والقدور وقدور الضغط اللي في بند. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو. بنوصل كده لختام الفيديو. اللهم انك عفو كريم تحب العفو، عفو عنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اتمنى الناس كلها تكون استفادت بالفيديو اللي احنا عملناه في بند في قسم الاجهزه الكهربائيه واواني المطبخ والقدور. كمان في عروض هنا على الاكواب والاطباق الالومنيوم والاكواب اللي هي البلاستيك. في هنا طبعا صحن من الالومنيوم، هو صحن من الالومنيوم مقاس وسط نازل من 8 ريال الواحد، من 8 ريال نازل 5 ريال. كمان برضو هنا في حجم اصغر شويه الومنيوم، برضو صحن من الالومنيوم للمشاوي والاكلات، يعني الناس ممكن تاخد الحاجات دي لو انت خارج بره مثلا بتاخد الحاجات دي بتاخد فيها اكلات. يعني الالومنيوم صغير حجم صغير نازل ب 3 ريال بدلا من 7 ريال. وفي كمان هنا الاكواب اللي هي للقهوه فناجيل عربي نازله من 3 ريال ل 2.5 الواحده، الشده طبعا 50 حبه اللي هي للقهوه دي. وفي طبعا اكبر منها شويه، مقاس اكبر شويه نازل من 4.5 ل 3.5. وفي الاكواب اللي هي كاسات قهوه الكبيره دي شويه، دي نازله ب 8 ريال بدلا من 18 ريال، 8 ريال بدلا من 18 ريال. في كمان هنا صواني للحلويات، اهي صواني للحلويات دي نازله، صواني للحلويات باسم باندا تقديم طبعا على شكل بيضاوي نازله من 9 ريال ل 7 ريال، من 9 ريال ل 7 ريال. ودي الاكواب او الكاسات 12 حبه نازل ب 8 ريال. نختم الفيديو حلو جدا، اتمنى الناس كتير تكون استفادت منه. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه والذكر اللي احنا قلناه في بدايه الفيديو. لا حول ولا قوه الا بالله، ونصلي على سيدنا محمد. وتابعونا في باقي تغطيتنا في بندا، هنشوف العروض الموجودة، عروض حلوة جدا. نشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.